السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ عساكم طيبين، معكم أخوكم عمر، وجيناكم اليوم بفيديو جديد من لعبة روبلوكس. يا اخوان في هذا الفيديو كالعادة راح نلعب ادوبت مي، ولكن عندنا شيء اسطوري راح نسويه. وش راح تسوي يا عمر؟ عندنا يا حبايبي 4 شادو راح نحولهم الى نيون. ايه عز مشان نحولهم نيون. في حاجة ثانية يا شباب، شوفوا فوق. الله 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 الله، عندي 5 زرافات. اوكي اخيرا يا شباب حصلنا 5 زرافات. هذه ما راح احولها مثل ما اتفقنا، بخليها مثل ما هي، ممكن تجيب اشياء نادرة. عندي هذه بحولها نيون، بس مو في هذا الفيديو، لا في فيديو ثاني بإذن الله. والآن يا إخواننا تركيزنا بيكون على الشادو. أوكي طبعا قبل ما نروح نحول هذا الشادو إلى نيون، أبيكم حبايبي تضغطون زر اللايك وتنشرون هذا الفيديو في كل مكان عند أصحابكم، وتحطون تعليق كويس. وإيش في بش باقي بعد؟ اللي مو مشترك اشترك في القناة. صح، بخصوص المسابقة، ألف 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 مبروك للفائزين الخمسة، راح تطلع أسماءهم الآن. وبإذن الله المسابقة الجاية بعد ما نتعدى 150,000 مشترك، الله يسعدكم، الآن احنا تقريبا 122,000، يعني باقي تقريبا 28,000 مشترك. شدوا حيلكم، خلونا نوصل 150,000 ونسوي مسابقة للمتابعين. برضو حبايبي بكم تركزوا على شغلة، باقي على عيد الأضحى تقريبا بحدود شهر وعشرين يوم، شهر وعش كذا تقريبا. إذا وصلنا قبل عيد الأضحى 200,000 مشترك، راح أسوي سحب لثلاثة فائزين. كل فايز راح ياخذ حيوان اسطوري. وش الحيوانات طيب يا عمر؟ راح يكون عندنا شادو دراجون واحد، وراح تكون عندنا زرافه، وراح يكون عندنا باد دراجون. شدوا حيلكم، اذا وصلنا 200,000 مشترك قبل عيد الاضحى باذن الله راح نسوي هذا السحب. بس يعطيكم العافيه، ما بيطول عليكم في الكلام، مثل ما قلت لكم اخواني، الله يكون نجر والاشتراك في القناه مهم جدا. ويلا خلونا نروح للمكان اللي نحول فيه الشادو الجميل الى نيون. اوكي لا 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 لا، الله بفقدك يا الشادو العادي، والله بفقدك، بس بتصير نيون يا ولد، تكبر والله بيصير فخم يا حبايبي. واحب اشكركم جدا 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 على الدعم بالفتره الاخيره، ما شاء الله الفيديو حق حسين وصلنا من التوب 10، الله يسعدكم. نقدر يا اخوان في هذا الفيديو نوصل التوب 5؟ عمر طبعك زودتها. والله يا شباب شوفوا، ما قلت هذا الكلام الا اني عارف انا وراي اساطير راح يقدرون يسوونها باذن الله. فيس هذا احنا يا حبايبي وصلنا مكان التحويل الى نيون. الله السلام عليكم، كيف حالك طيب؟ ان شاء الله نبغى نحول هذا نيون، ممكن يعني اذا سمحتي. ايش في هذه معصبه علينا يا اخوان؟ ها معصبه والله، ما عليه مو مشكله، مشكله عادي عادي. اصلا شافت معي الشادو قالت هذا الشادو معصبه، يعني ما في شادو معاي. معاي خلاص، معاي 4 والله والله، معاي 4 بروح احولهم كاملين كاملين، ابشر كاملين. يعني ممكن نروح، والله اني ندمت اني كلمت. يلا مو مشكله، بسم الله على بركه الله. هذا اول شادو يا حبايبي، وديناه وحولناه، يعني مو حولناه يعني، ها ها شوفوا كيف يعني، هذا الدراغون بول شغاله. يلا بسم الله. وهذا الثاني، الله باقي 2 بقي 2 يا حبايبي، بقي 2. الله 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 الله. وهذا الثالث، باقي الاخير شباب. الله اني متحمس، متحمسين، اضغطوا لايك بالله. الله الرابع، بسم الله. 1 2 3 يس يلا. اوه والله حماس، اوه والله فخم، والله اسطوري. شوف شوف كيف هذا كذا كذا، واو والله فخم. اخيرا حولنا، شوفوا كيف، والله فخم. الله يسعدك يا حسين، والله شكرا لك. معي شادو نينيون، انت ما معك شادو، انقلبي وجهك. امزح امزح، والله يا حبايبي فخم، واو. هذا هو نيون، اجل كيف الميجا؟ والله الميجا انا مره دخلت سيرفر شفته كذا يا شيخ، والله بغيت اعطيه التيشيرت بعد فوق التريد اللي حاولت اني اعطيه اياه، بس ما قبل والله ما قبل. وفي واحد برضه قلت له بعطي، لقيت معاه زرافه، ما افا انا غرقت. لحظه
أقدر أطير يطير. لقيت مع زرافة يا شباب نيون مو نيون ميجا كاملة، بس ما برضو ما روى. حاولت إني أعطيه هذا مع ثلاثة تيشيرتات رفض. عوافي. خلونا يا شباب نروح نشوف في المدينة وش راح يعطونا مقابل الشادو نيون. إن شاء الله يعطوني شيء يستاهل، مع أني أنا عارف أني ما راح أبدله، بس نشوف العروض اللي تتقدم لنا. شباب معي نيون شادو، شباب تعالوا. ما مطنشين، هذا شايف نفسه يقولون، عرفت؟ لا ماني شايف نفسي، بس تعالوا بدلوا يلا. أيوه أول تريد، بسم الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ وين أنا ضيعت؟ الله شوف شوف الفخامة، شوف الأناقة، كيف شادو نيون. يلا 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 لاما، يعني والله اني قلت عين بس والله. شوفوا يا اخوان هناك 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 في زرافة، شوفوا شوي يا اخوان، شوفوا الزرافة. الله شوف شوف شادو وش تعطيني مقابل. الله زرافة نيون والله حلوة، والله جميلة. ليه؟ اوه غراب ميجا. اوه كمان كمان زرافة، زرافة ميجا بالله. لو حطت زرافة ميجا والله لو وافقه. سريع سريع شوفوا يا اخوان، انتم حددوا لي في التعليق هل هذا التريد عدل او لا. انا ابغى ودي بالزرافة، يعني لو زاد عليها الزرافة احس بيكون يعني مرة جميل. ديكلاين، انا ما ابيها بالزرافة، انا ودي بالزرافة. بس صراحة والله ابهرني بالغراب الميجا، والله مرة مرة حلو حلو الغراب الميجا. اوكي يا شباب ما ابغى ازود، والله اني اسف سويت ديكلاين بالغلط. اي شاطر عيد. اعطاني يونيكورن ميجا وحقت هذا ايش يسمونه الادا. ايوه وهذا ميجا الكلب المدري الثعلب مدري هذا، وهذا السنجاب الجديد عندي، وعندي البيضه وعندي هذه البيضه القديمه. لا شوف بليز بليز ما في بليز، جيب شادو ميجا بشربي. امزح امزح، اكيد ما عنده، ما راح يقول لي كذا لو انه ما عنده. شوفوا يا شباب هنا في واحد عنده، او في واحدة عندها فروست نيون. حلو الفروست نيون مرة. خلينا نشوف العروض. شوفوا اذا اعطيتها شادو نيون وش راح تعطيني؟ اوه فروست نيون عندي انا برضو الفروست نيون، بس اتوقع لازم هي تضيف. عندي انا فروست نيون، عندي زرافات، الزرافات بعدين ان شاء الله بسويها. بس كذا كذا غبنا غبنا بس. والله هذا شك... هذا والله شايف نفسه الحين بتقول لي. امزح امزح. الله 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 الله، عقبالكم يا حبايبي ان شاء الله بشادو ميجا، مو شادو نيون شادو ميجا. مثل ما قلت لكم حبايبي لو وصلنا ان شاء الله يعني 200 الف مشترك قبل عيد الاضحى باذن الله راح اسوي سحب لثلاثه فايزين، كل فايز راح ياخذ حيوان نادر. بيكون عندنا واحد فروست، مو فروست اسمه شادو ميجا، لا اله مو ميجا، شادو عادي، وزرافة عادية، وباد دراجون عادي، بس طبعا كلهم ركوب وطيران طبيعي. اوكي شباب هذا جاب لنا تريد. ليش الغالي؟ ايوه هذا جاجة تريد. وش تعطيني يا الغالي؟ اوكي اعطاني هذا البيضة، اتوقع هذا البيضة الدايموند نادرة، بس انه ما تقارن بالشادو للامانة. اوكي سلحفة وكنجر. لا يا حبيبي ما صعب صعب صعب، ازال ضعيف. اوكي يا حبايبي نشوف هنا وش هذا الموضوع. اوكي حصان، كلب ابو ثلاثة رؤوس، وش بعد؟ ها بس هذا؟ لا شكرا. نشوف يا شباب التريد الجاي. الله هذا اتوقع نادر صح؟ اكتبوا لي انتم في التعليقات، يعني لما اشوف التعليقات ان الناس يقولوا لي هذا نادر، هذا يستاهل، هذا ما يستاهل، هذا استفيد انا منها. اوه والله ما شاء الله البومه والببغاء يعني ناشفين كذا، والله حلو 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 حلو. هذا جميل صراحه. باقي الاشياء كلها نيون ما شاء الله. دب نيون حلو. برضو هذا نيون، اتوقع انه هذا ايش؟ ادري والله وش. وشجرة اعياد الميلاد. هذا بيضة يا عمر.
بيضة الكريسماس. خليتها شجرة عيد الميلاد. الله يسامحك يا عمر. لا تفضحونا يا شباب. استروا ما وجدتم. لا لا نو أجود نو يعني نت جود. هذا سوى معي تريد قبل شوية بس ما كانت معي الأشياء مرة قوية. أوكي يا حبايبي جاني تريد. أفارح. لا أنت خذيت منك تريد. أوكي يا أخوان هذا تريد جديد. السلام عليكم. أو تعطيني مقابل الشادو النيون. أوكي قرد نيون كنجر نيون. هذا والله ما أدري وشو. ما أدري هو ثعلب ولا تمساح ولا إيش ماني عارف. نيون دودو والبطريق الذهبي والسمك القرش والبومة والتيركس والنزل الراتب والبقرة. لا فان شاء الله ان شاء الله الله يرزقنا بشادوهات كذا عن قريب ان شاء الله نسوي ميجا ان شاء الله. اوه هذا جميل ما شاء الله والله حلو الحيوانات اللي عنده. هذا عرضه حلو. شوفوا شباب عطاني ال شو اسمه عطاني ال شو سموه هذا والله اني نسيت اسمه يا شباب. الغزال الابيض ميجا. الكينج النحلة ميجا والكوين نحلة ميجا واليونيكورن ميجا. والله حلو تريد حلو صراحة. اكتبوا لي في التعليقات اذا كان يستاهل ولا لا او انه مفروض انه يزيد صراحة. والله ابهرني. اوكي شوف يا شباب وش يعطينا ريمبو مقابل النيون شادو. بس نيون. وهذا الخلد نيون. فار نيون. وهذا اتوقع اعطاني قبل شوي صح؟ ايه اتوقع اللي اعطاني قبل شوي. ما ادري يا حبايبي اكتبوا لي في التعليقات اذا كان الشادو النيون يجيب فروست ميجا او لا. وهل انا ازيد ولا هو يزيد؟ برضو ترى استفيد والله. والله يا عمر انت يبغى لك تروح عند مدرس ادوبت مي. والله يبغى لي يا شباب مدرس ادوبت مي. طيب نشوف لنا شباب اخر ثلاث تريدات كذا نشوف على السريع. ايوه هذا تريد جانا بسم الله. اعطينا مقابل الشادو نيون. اوه ببغى نيون حلو عندي هذا. وجريفن يطير. بومه طيران ركوب. روبوت الكلب. وهذا وهذا اوكي. لا نو 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 نو. يلا شباب باقي تريدين. اوه فار. فار نيون. اوه لقيت عن المتابعين. خلينا يا حبايبي نشوف اول شيء. هذا نيون ايش يعطيني مقابله. اوه واو واو واو. هذا قوي هذا قوي. بس والله يا شباب اني محتار. والله قوي. بات دراجون نيون مع فروست مع كنغر نيون مع سلحفاة نيون. والله قوي 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 قوي. هذا هذا قوي. او ماي جاد. وش رايكم؟ يا اخي ليه تجيب معي واحد كذا يوجهني يا الله. والله شوفوا يا ودي انا في البات نيون بس اتوقع ان الشادو اقوى يا اخي. والله الشادو يا اخي قوي. اوه حط لي برضو دب نيون. والله حيوانات هذا الى الحين اقوى تريد تقريبا. الى الان هذا اقوى تريد. يا حبايبي الله يسعدكم. الميجا مو الميجا مو ميجا هذا يا حبيبي هذا نيون نيون باقي الميجا. الله يسعدكم والله وانا احبكم. الله يحفظكم. الله يسعدكم. والله يا شباب ما ادري ايش اقول. انا والله احترت. المشكلة توني مسوي النيون الشادو. حيرني والله. والله حيرني صراحة. في النهاية والله احط اكسبت ولا ديكلاين. اكسبت ديكلاين اكسبت ديكلاين. اتوقع اني بحط ديكلاين. اوكي حبايبي انا بسوي ديكلاين. ننتظر ونشوف. وهذا التريد الاخير. والله كان تريد مرة قوي. حلو والله. اثنين فروست وببغاء وتنين ودودو واثنين كينج واثنين دودو. ثلاثة دودو. والله جيد جيد.
صراحة هذاك مرة مرة قوي صراحة، جدا 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 قوي. اوكي شباب جايني تريد سفري على النهاية، نشوف وش فيه. يلا يا وحش، اسمه وحش اتوقع صح؟ جريفن الله يسعدكم والله وانا احبكم قسما بالله يا اخي، لولا الله ثم انتم انا ولا شيء والله. الله يسعدكم. وحش قلنا الحين الوحش بيطلع لنا شيء اسطوري. افا يا وحش بس هذا اللي طلع معاك؟ لا يا حبيبي شكرا لك. وبس يا اخوان كان هذا فيديونا لليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا. مثل ما شفتم يا اخوان انا الحين حولت الشادو الى ميجا. يا عمر تشيك معلق على الميجا، والله شكلك تحلم في الميجا كثير. الله يسعدكم حبايبي، هنا نكون وصلنا نهايه هذا الفيديو. مثل ما شفتم احنا حولنا الشادو الى نيون، باقي الزرافه ان شاء الله بنحولها الى نيون قريب. التريد الاخير اللي صار هذاك القوي اللي فيه بات نيون، بيكم تكتبوا لي في التعليقات هل هو يستاهل ولا لا. الأمان أنا والله احترت وقعدت دقائق أفكر، بس في النهاية سويت ديكلاين، قلت أخذ رأيكم وأشوف بعدين إن شاء الله إذا يمكن ألقى تريدات أقوى. الله يعطيكم العافية، وهذا الشباب أحد المتابعين الله يسعده كتب لي عمر أنا أحبك وأحب قناة كلكم والله يا شيخ على عيني وراسي والله. الله يسعدكم والله يا شباب، لولا الله ثم دعمكم الرهيب ووجودكم معي أنا ولا شيء صراحة. الله يسعدكم، أتمنى هذا الدعم يستمر بإذن الله للميتين والخمسمائة ألف والمليون والعشرة مليون بإذن الله. فالله يعطيكم العافية، نهاية كل فيديو أحب أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام.